الناس ما كانت يعني عقبة قدام انه عايز يكمل. هو اللي عايز يكمل ما بيمش ودانه لحد او ما بيسمعش لحد، يحط لنفسه خريطة يمشي عليها ويبقى عنده اصرار وعزيمة انه يبقى حاجة. رحت اخدت محو امية، ومن محو امية رحت اقدم في الاعدادية، وخدت الاعدادية 2016، وبعد كده اتجهت للثانوية العامة، وبدأت بقى 2017 لحد 2023 عشان في يعني سنتين سقطوا مني او 3 سنين في ثالثة ثانوي. والحمد لله ربنا كلل مجهودنا بالنجاح يعني، والحمد لله. فكان دافع قوي من زمايلي في الشغل. التعليم دوت ملوش سن، او السن مش عقبة قدام التعليم، سواء كبير بقى او صغير، فدي بتبقى عزيمة واصرار على واحد عايز يوصل لمرحلة معينة في حياته. فطبعا اشتغلت وقت على المذاكرة، والحمد لله ربنا وفقني من غير دروس ما راحش درس في أي مادة. أنا كنت أدبي وجبت 54%. عمر الناس ما كانت يعني عقبة قدام إنه عايز يكمل. هو اللي عايز يكمل ما بيمش ودانه لحد أو ما بيسمعش لحد، يحط لنفسه خريطة يمشي عليها ويبقى عنده إصرار وعزيمة إنه يبقى حاجة. يعني هو حضرتك كنت ثالثة ثانوي وبنتك ثالثة ثانوي؟ مع بعض. طب هي عملت ايه في المجموعة؟ الحمد لله ربنا كرمها، الحمد لله. انا وزغاريت بقى في الشغل وزغاريت هنا، والدنيا كانت عامله فرحه ازاي. والله انا اتعمل لي فرح في الشغل، والله ولا واحد دخل طب يعني تحس ان الناس فرحانه بجد، زمايلي في الشغل. اقول للطلبه الصغيرين اجتهدوا، ما تعتمدوش على الدروس، اعتمدوا على عقلكم، ذاكروا، خدوا الموضوع بجد، ما تحملوش على اولياء الامور، كفايه اللي هم فيه. الطلاب كانوا بيضحكوا له، والله يا عم احنا مفخورين بيك قوي، واحنا لو ابهاتنا يعرفوا ان انت بتكمل ثانويه عامه رغم اللي احنا فيه شحطنا من البيوت، والله احنا فخورين بيك.